يتحدث فقط عن ميسي لأنه نجم النجوم، ليس له يعني أي يعني قرين ولا أي حد يمثل هذا النجم الكبير. شفت، بص شوف ميسي بيعمل إيه، بص شوف ميسي بيعمل إيه، ما يعملهاش إلا ميسي في موقف صعب وفي ظروف صعبة، يلم تلاتة ويحط الكرة في المرمى أمامنا أهو، بيسحر واحد اتنين تلاتة والكرة في الجول، الكرة في الهدف عشان يكون هدف التعادل في الدقيقة كام؟ الدقيقة 67. هو ده ميسي.